لا تدخل. شنو هي الأسماء الحسنى؟ أولها الله والرحمن، لا ينعقد الدخول في الإسلام إلا بكلمة الجلال. لو قلت لا إله إلا الله دخل الإسلام، لا إله إلا الرحمن يدخل الإسلام. لكن لو قال أي اسم ثاني قد يكون صفة. لو قلت لا إله إلا الجبار ممكن يكون على واحد ثاني، إلا الكريم ممكن يكون على واحد ثاني. ولذلك لما هنا اختلفوا في أسماء حتى الأسد، فقالوا الأول الأسد والباقي صفات له زي غضنفر وزي لكن هنا الفرعون لما قال لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل لم يؤمن، لأنه لو عاش لحد بنو إسرائيل ما عبدوا العجل كان حيعبد العجل كويس. فيقولوا أصح الإعرابات، أصح وجوه الإعراب في كلمة الله والرحمن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الرحمن بدل من كلمة الجلال. أكثر الله من ذكرها وأنزل سورة باسمها. ليه؟ لأن مسيلمة تسمى بالرحمن، وقالوا لا نعلم إلا رحمن اليمامة، فقال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك هو قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يعني بيتجاهلون كلمة الرحمن لأنهم عارفين أن الرحمن هو مسيلم. فأكثر الله من ذكرها في سورة مريم لوحدها 16 مرة. شلون الرحمن مسيلمة؟ هو كان مسمي نفسه الرحمن اليمام. علق مو تعمل براسك. علق لا علق عشان ما تصير غيبة عليك. انت شيخ وعالم، انت عالم، انت عالم، انت انت عالم. رد عليه، هذا حبيبك الحجازي، رد عليه بأدب الحوار. صراع الماعز اضرب، ما يخالف اضربه. يلا رد رد، لا تعمل براسك. شنو الخطأ الحجازي يقول في كلامك؟ خطأ مولانا مش راضي. تفضل يا شيخنا يا دكتور. الرحمن بالدنيا والآخرة وبالمؤمن والكافر. رد يا حجازي. وقالوا. رد يا جزاوي. شنو الخطأ؟ قول يخلي العالم والكرة الأرضية تستفيد من علمك يا شيخ الحجاز، يا شيخ الجيزة. فياضي. أبو الفضل الجزاوي. إيه ولا رد. لا تضرب زنبا. يا مولانا. لا تكتم علمك يا حجازي. اقول ترجع 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 يا حجازي. اسمه الشيخ عليش له كتاب اسمه ايه في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. استنى. فالكتاب ده واسمه اللي كان برضو الدكتور البسيون الله يرحمه له كتاب الإشارة في البسملة والعبارة، بس ده كان كتاب صوفي. لحظة مولانا، لحظة سيدي سعيد، لحظة سيدي سعيد، يعني لا تخرب الحوار. نعم. ابداع حكمة الحكيم في بسم الله الرحمن الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم. أعطي إبراهيم، إبراهيم هاشم. في المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. الله. لكن في الكافر والمسلم جه الرحمن. كويس. فالرحمن بالدنيا والآخرة وبالمؤمن والكافر، لكن الرحيم بالمؤمن بالمؤمنين. كويس. لا دلوقتي شبق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد. ربنا مش قال في الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما قالش رحمن. ليه؟ لأن الرحمن هو الله جل في علاه. تعشى سيدي بعد شوية نشوف، احنا خليه يتعشى الفياضي ويمكن يفتح وياه.